نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. ملفاتنا الأمنية السياسية وحتى ملفاتنا الاقتصادية، ولكن قبل ما نتكلم حتى على الملف الدولي ونتكلم على اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة وأيضا التغيرات اللي كانت في المواقف السياسية الأهم الدول الكبرى المهتمة بملف الأزمة الليبية، وتحديدا حنحكوا طبعا على الموقف الأمريكي اللي شفناه كيف تغير خلال 6 شهور اللي فاتت الأخيرة، من كونه كان اهتمام أمني فقط له علاقة فقط بالشعار اللي رفعته أمريكا بخصوص محاربة الإرهاب في كل مكان في العالم، إلى أن يكون اهتمام سياسي، لأن لا يمكن في نهاية الأمر أنك أنت تفصل، لا يمكن الفصل بين السياسي والأمني في تفاصيل في أي أزمات تمر بها الدول في مرحلة تحول ديمقراطي أو مرحلة تغيير زي اللي قاعدين نمر بها توا في ليبيا. ليش ما نقدرش نحن نفصل بين مشكلة أمنية وبين مشكلة سياسية؟ ليش ما نقدرش نفكر مثلاً في ترتيبات أمنية وفي خطة أمنية هدفها حل التشكيلات المسلحة، المجموعات المسلحة وجمع السلاح بحيث تحتكر سلطة الدولة، من غير ما نفكروا في حل للأزمة السياسية والوصول لتسوية سياسية وتوافق وطني سياسي على أرضية مصالح وطنية مشتركة؟ ليش ما نقدرش الآن نفصل بين الأزمات السياسية وبين الأزمات الأمنية وحتى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وفي بعد أعمق خلونا نقوله حتى الأزمة الثقافية، لأن هذا كله زي ما يقولوا باكج كامل، يعني عناصر قاعدة من صهرة كلها في شكل واحد يصنع في المشهد الليبي وقاعد يشكل في الحالة الليبية، عناصر التأثر ببعضها بشكل آلي بشكل مباشر بشكل كبير، وعندنا انقسام سياسي قاعد يترجم في نفسه في وضع أمني متردي، وضع بائس، وضع أمني سيء، وانتشار سلاح قاعد يغذي في حالة الانقسام، لأنك عندك سياسيين لا يخافوا لا يتحشموا زي ما يقولوا ولا يحسوا أيضا، وقاعدين يشتغلوا على تحالفات من تحت الطاولة مع المجموعات المسلحة والتشكيلات المسلحة. الكلام هذا كله يعني يمشي بينا لقضية، القضية مهمة جدا في الفترة هذه واللي حيتحدد بناء عليها شكل ليبيا القادم، وطرابلس تحديدا، والترتيبات الأمنية أيضا، الترتيبات الأمنية الجديدة اللي بالمناسبة تأخرت 3 سنوات، مانيش عارف طبعا وين كان راقد المجلس الرئاسي خلال 3 سنوات اللي ساهمت في تقوية وتعزيز نفوذ التشكيلات المسلحة والمجموعات الإجرامية بسبب الكم الهائل من أخطاء المجلس الرئاسي، بل بسبب انتهازية المجلس الرئاسي اللي حول طرابلس الآن لساحة سباق على الغنائم والسرقة والنهب الممنهج واللصوصية. والله مرات لما تجي تفكر شوية تقول والله يا جماعة الرئاسي فشلوا في كل شيء، يعني في خلال 3 سنوات فشلوا في إنجاز أي شيء، فشلوا في المصالحة الوطنية، فشلوا في محاربة الفساد، مش بس فشلوا في محاربة الفساد، عززوا الفساد من خلال فتح الباب لهالتشكيلات المسلحة عشان تبسط نفوذها داخل أهم مؤسسات في البلد، وفشلوا يا سيدي أخرى حتى في قضية صنع وفاق حقيقي، وأصبح الآن جزء من الأزمة، أصبح الوفاق طرف أساسي في الصراع السياسي، وأصبح طرف أساسي في صراع اللهف والسرقة والنهب ليبيا وتدمير ما يمكن تدمير الآن في البناء المؤسسات الليبية. ربما في جزء الآن من الناس يسمعوا في كلامي توا، يسمعوا في كلام الآن يقولوا هذا والله قاعد متحامل، قاعد يهاجم في المجلس الرئاسي، لكن في نهاية الأمر أنا ما جبت الشيء من عندي، يعني ما فيش أي شيء جبته من عندي، ولا المراقبين ولا المتابعين اللي ينتقدوا في المجلس الرئاسي ينتقدوا فيه مثلا لأنه هو الرئاسي أو لأنه هو فايز السراج، ولكن الشهر الأخير متاع الشبكات المسلحة كشف أشياء خطيرة جدا بصراحة، وفضح شكل السياسات الفاشلة اللي ماشي به الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي، شيل من رأس هذا وحط على رأس هذا، يعني هذه هي السياسة المتبعة، سياسة التماهي لأبعد الحدود مع إرادة السلاح الغاشم اللي قاعد في أيدي الناس العابثة اللي لا تمها ليبيا ولا تمها طرابلس. والآن القضية المفصلية اللي حتحدد شكل المشهد الأمني الآن في العاصمة طرابلس الفترة الجاية هي قضية الترتيبات الأمنية الجديدة اللي مش باين لها إلى الآن، للأسف مش باين لأي مؤشر للنجاح بشكل عملي على الأرض، لكن خلوني نشوف معاكم شن هي النتائج المستفادة من هالشهر المرعب اللي عاشوه أهل العاصمة، شن هي النتائج المستفادة من حرب طرابلس الشهر الأخير، رغم أن في نهاية الأمر الحرب وسلاح لا يمكن أن هي تقدم أي فائدة للمجتمع ولا للفرد ولا للإنسان، ولكن في جوانب دائما يعني تبينهن توضحهن الحرب للمجتمع وللناس وللإنسان الليبي. أهو عندك تجربة الأوروبيين، يعني التجربة الإنسانية القريبة هذه، تجربة الأوروبيين في الحرب العالمية الثانية اللي وصل عدد ضحاياها 50 مليون إنسان، كان الدرس المستفاد الرئيسي والجوهري والتجربة العميقة هي تجربة الحياة والموت، هي قيمة الإنسان، قيمة الحياة، تجربة الخسارة الكبيرة. على كل حال في نقاط مهمة يعني خلينا نفهموا أشياء، خلينا نفهموا شو اللي صاير في طرابلس بشكل أوسع، ونفهموا أيضا حتى طبيعة وجود الرئاسي، الأطراف اللي تدعم فيه الآن واللي قاعدة تعول عليه في المقابل. أولا اتضح أن الأمن في خلال هالشهر اللي شاف التشكيلات من الحرب البشعة اللي صارت بين التشكيلات المسلحة والعنف المسلح، شفنا شكل الأمن النسبي اللي كانت يعني اتضح أن
نسبي جدا اللي توفر فيه المجموعات والتشكيلات المسلحة اللي هي توالي في الوفاق أو اللي هي المؤيدة للاتفاق السياسي، سميها عاد زي ما تبي. اتضح أن الأمن اللي تقدم فيه الآن هو أمن مشروط باستحواذها الكامل على الغنيمة، باستحواذها الكامل على جوائز الترضية اللي يشرف على إدارتهم رئيس المجلس الرئاسي. أساساً أكبر خطأ أو أكثر خطأ ممكن نرتكبه أن قاعدين نراهنوا على جهات غير ذات اختصاص أمني أصيل في قضية توفير الأمن. الأمن اللي راهو ما يكونش تحت سلطة أجهزة أمنية في دولة فيها ديمقراطية فيها دستور، البلاش خير منا زي ما يقولوا. المؤسسات الأمنية الدستورية داخل دولة المؤسسات اللي فيها شرطة، اللي فيها قضاء، اللي فيها جيش يحمي في الحدود، يحمي في الدستور ويحمي حتى في الديمقراطية، هي فقط اللي تقدر تأثر وتقدر تدير أمن دائم غير مشروط إلا باحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان. أما التشكيلات المسلحة، المجموعات المسلحة بتاعت الرئاسي، عندها للأسف عندهم اعتقاد متولد في أنفسهم أن توفيرهم للأمن النسبي هذا هو شيك على بياض عشان يبتزوا به الناس، عشان تبتز الناس وتبتز أهل طرابلس وتقعد عاد تفصل عليهم شين يلبسوا وشين يقولوا وشين يفكروا وشين يأكلوا. الشيء الثاني أن هالحرب هذه متاع 30 يوم وضحت أننا نحن الآن قاعدين قدام ملحمة من الأسماء الوهمية من الكذب الممنهج. اتضح أن القائد الأعلى للوفاق، القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد فايز السراج ما عندهش لا يمتلك قوات مسلحة ولا عنده قوات مسلحة ولا قوات غير مسلحة. القوات المسلحة ونواة القوات المسلحة الجيش الوطني موجودة قاعدة في بنغازي. القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني ملفت فعلا إصرار فايز السراج الآن على استخدام الصفة هذه، القائد الأعلى للقوات المسلحة. مش عارف الآن هل هي نكتة أو الرجل قاعد يعني يحكي من جدة؟ إذا الحديث فعلا جدي، نحن الآن قدام سوء تقدير كبير جدا من رئيس المجلس الرئاسي لحقيقة لطبيعة الدورة وطبيعة إرادته اللي مرتهن الآن في قبض التشكيلات المسلحة. القائد الأعلى للقوات المسلحة فايز السراج صفة وهمية لشيء غير موجود. طبعا هذا مش أنا عاد اللي قلته، قال أنها 30 يوم اللي فاتت اللي جعلت حياة أهل طرابلس جحيم حقيقي. طلع الرجل ما عندهش حتى حاجة، ما عنده شيء. طيب هو به اللي قاعد أصلا يعني على فكرة به اللي قاعد في طرابلس، حتى وجوده ونجاة المجلس الرئاسي منها العاصفة الميليشيوية بين قوسين راهو كان بإرادة وكان بأمر دولي، وهذا أساسا مش موضوعنا اليوم. ولكن لولا التوصيات الغربية للتشكيلات المسلحة بأن السراج هو الحليف اللي يتم التواصل معه بشكل مباشر راهو راح من أول ليلة، من أول دقيقة كان حيطلع من طرابلس. وهذه هي مشكلة التشكيلات المسلحة اللي ما تعرفش إلا لغة القوة، ما تعرفش إلا لغة التهديد والعصا الدولية في مقابل إن الليبيين ما يشكلوش أي شيء إطلاقا. هذه النقطة الثالثة المهمة بعد حرب 30 يوم، اتضح أشياء مهمة. اتضح أن الإنسان الليبي قيمته تساوي صفر، لا شيء في موازين التشكيلات المسلحة. لذلك من الأفضل الآن أن قادة التشكيلات المسلحة والمجموعات المسلحة يبطلوا كذب على الناس وبيع الشعارات وبيع الوهم وعلى الليبيين، وياريت معاش نسمعوا التغني بأمن المواطن والمواطنين. إذن الدروس المستفادة الآن، عندنا درس آخر مستفاد من 30 يوم، هو تبخر واختفاء الحرس الرئاسي في ظروف غامضة. الحرس الرئاسي اختفى، يعني اختفى بقدرة قادر، كأن المجلس الرئاسي لم يغنى يوما. الآن يعني الفلوس اللي تم صرفها، فلوس الليبيين اللي تم صرفها على الحرس الرئاسي ذهبت مع الريح، حتى هي اختفى كل شيء فجأة، لأن بالأصل ما فيش كان في شيء جاد وحقيقي في الأساس. النقطة الأخرى المهمة أيضا اللي نتكلم عليها، ونحن نتكلم على تجربة 30 يوم اللي وضحت أخرى بعد 30 يوم، واللي مرتبطة راه بقضية الترتيبات الأمنية، هو موضوع وقضية التوصيفات التعريفات، وهذا راه كلام مهم جدا الآن إذا فعلا المجلس الرئاسي عنده رغبة أنه هو يفي بالتزاماته. الآن التشكيلات المسلحة أو سميها المجموعات المسلحة اللي قاعدة تتبع في الوفاق، كيف نقدر نصفها الآن؟ كيف نقدر نعرفها؟ هذا أول سؤال عشان نفهم قضية الترتيبات الأمنية الجديدة. هل نقدر نقول مثلا كلمة أمن بشكل مجرد، أو كلمة مثلا نسموهم شرطة الداخلية أو نسموهم رجال أمن الوفاق؟ جواب وبأسف، ونقول فيها بكل أسف لا، لأن الآن شفنا كارثة أكبر، شفناهم كارثة حقيقية، اطلعوا بكنترات بصبابيط بشباشب، واحد لابس جلبية على صاعقة، واحد لابس شنة، كارثة حقيقية، مشهد بائس لا يمكن بأي حل من الأحوال إن هو يحيل خيالك لفكرة الدولة. لا يمكن تشوف ملامح الدولة في ملامح هؤلاء، في ملابسهم، في يعني في هيئتهم الميليشيوية. ما عنديش مندير، هو هذا اللي نشوف فيه، يعني ما نجيبش في شيء من عندي، وهذا ينطبق على التشكيلات المسلحة سواء المهاجمة أو المدافعة. صحيح إن في شباب صادقين، أكيد إن في جزء قليل جدا طبعا من الشباب الصادقين في التشكيلات المسلحة، وفي منهم أكيد بينه وبين نفسه قاعد يشعر إنه هو قاعد في الجانب الخطأ تماما من مصالح الوطن، لكن مازال ما توفر له ربما مخرج آمن، مخرج كويس. ولكن أيضا راهو كونك صادق ما يعفكش من المساءلة من المسؤولية. إذا كيف نقدر الآن نصف التشكيلات المسلحة
اللي تسيطر على طرابلس، اللي تسيطر الآن على كل قرارات المجلس الرئاسي، من الظلم والإجحاف طبعا في حق فكرة المؤسسات والمؤسسات الأمنية إن احنا نسموهم رجال أمن أو شرطة أو جيش، وهذا راه مهم أيضا في قصة الترتيبات الأمنية الجديدة، ضروري من ضبط المفردات، ضبط الكلمات، ضبط الأوصاف وضبط التعريفات. كل التشكيلات المسلحة يظل اسمها مجموعات مسلحة حتى وإن تحالفت مع الوفاق، حتى إن كانت موالية للوفاق أو كانت مؤيدة للاتفاق السياسي، لأنها بالمناسبة ما تأيدش في الاتفاق السياسي والوفاق يعني بشكل كامل مطلق، عندها مسافة معينة تقف عندها التشكيلات المسلحة. لما نجوا لبرنامج مثلا الترتيبات الأمنية، نجوا لقضية تسليم السلاح، قضية الخروج من العاصمة، قضية الدمج يا سيدي في مؤسسات أمنية، فورا نشوف التشكيلات المسلحة وقادتها يتنصلوا ويطلع القالب الحقيقي، الشكل الحقيقي المتمرد لها، وفورا تطلع العداوة وتتضح عداوتهم مع فكرة الدولة، مع المؤسسات، وحتى العداوة مع فكرة الجيش والشرطة والقضاء. لذا الآن بنعرفه من حق أي ليبي أنه هو يعرف، أنا نبي نفهم مثلا، أنا نبي نفهم ونعرف هل حتجد هالتشكيلات المسلحة هذه المتحالفة مع الوفاق حتجد هي نفسها في الترتيبات الأمنية أو لا؟ هذا سؤال الناس، سؤال المشاهد، سؤال أهل طرابلس طبعا. إذا كان الواقع القادم، إذا كان المستقبل القريب في خلال الأشهر حيكرر نفسه من جديد ونرجع للمربع الأول، معناها على الترتيبات الأمنية السلام، وعلى جهود البعثة الأممية في دعم الرئاسي أيضا السلام، ويكون المجلس الرئاسي بالصورة هذه أسوأ جسم سياسي وأكثر جسم سياسي فاشل في التاريخ السياسي الليبي. أكيد أن أي حد يسمع فيه الآن يقول لك أنت تستبق في الأحداث ومبالغ، وأنت قاعد تدير في قراءة مستقبلية متشائمة الآن، أنت قاعد تدير في قراءة مستقبلية متشائمة من عندك، من عند خيالك يعني. صحيح مرات تكون هالقراءة اللي حكينا عليها توا متشائمة، لكن راهو حتى التفاؤل والتشاؤم يبنى على معطيات، المعطيات الموجودة عندنا الآن تقول أن الأمور كلها غير صحيحة، غير منطقية. التشكيلات المسلحة على ما يبدو أنها هي فشلت في قراءة رسالة الأمم المتحدة، وما عادش حتكون الآن في خيارات أخرى إلا العقوبات، ما عادش حتكون في إلا الملاحقات الأمنية، الملاحقات المالية للصفوف الثانية والأولى في التشكيلات المسلحة في طرابلس. يبدو أن هذا هو الواقع. إذن عقوبات دولية خشت الآن، دخلت في حيز التنفيذ، والبعثة الأممية قاعدة تذكر في قادة التشكيلات المسلحة، تحط فيهم بالاسم وتحط في أوراقهم بالاسم، غنيوة مرة بادي مرة مش عارف من، تذكر في أسماء كما الآن مقترنة بمفردة جرائم حرب. مجرمي الحرب دائما راهو عبر التاريخ الإنساني دائما تكون خياراتهم محدودة وضيقة، إما أن تسحقهم الشعوب أو يجدوا مكانهم خلف قضبان العدالة الدولية. العقوبات والعدالة الدولية حتى هي تخليني نفكر، وأكيد تخليكم تفكروا الآن في الموقف الدولي، وأنا نفكر معكم الآن بصوت مرتفع بصوت عالي في قضية الموقف الدولي. لازم نفهم الآن شن هي طبيعة الأدوار الدولية للدول الكبرى اللي لها تأثير كبير جدا وفعال على ملف الأزمة الليبية، واللي عندها شركاء محليين على الأرض. هنا في الجزئية هذه نتكلموا تحديدا عن الفرنسيين وعن الطليان وأمريكا، وقبل ما نحكوا عن إيطاليا نحكوا عن فرنسا. كيف نقدر نفهم الموقف الأمريكي الآن في شكل العام في منطقة شمال أفريقيا لما نتكلموا بشكل عام، وفي ليبيا بشكل خاص؟ وهذا بصراحة هو اللي يهمنا الآن في الحلقة هذه، هو اللي هو الموقف الأمريكي في الأزمة الليبية. الموقف الأمريكي راهو دائما لما تتبعها تترجم نفسها بشكل واضح، تشوفها في المحافل الدولية، خصوصا الاجتماعات الأخيرة اللي شفناها بتاع الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي كان قبل أيام. نحكو أنا تحديدا عن الجمعية العامة مش الأمم المتحدة عشان ما يصيرش خلط، الأمم المتحدة شيء والجمعية العامة للأمم المتحدة شيء آخر. يعني نحن نتكلم عن وحدة من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، الأجهزة الست للأمم المتحدة، وهي الهيئة الوحيدة اللي تتمتع فيها تقريبا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتمثيل متساوي، يعني كلهم متساويين، وحتى هي الجهاز الرئيسي الآن للتداول وصنع السياسات وفكرة التمثيل في الأمم المتحدة. إذن كيف كان الموقف الأمريكي داخل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام اللي فاتت؟ التسريبات ومصادرنا الخاصة في 218 تقول أن الاجتماعات الأخيرة ترجمت مواقف أمريكية فيها اختلاف كبير عن السابق، يعني ما هوش اختلاف يعني نوعي لكن في اختلاف، وأيضا اختلاف أكثر تجاه ملف الأزمة الليبية. الخطاب الأمريكي في قاعة الاجتماعات كانت فيه تحذيرات، خلونا نقوله شديدة اللهجة بين قوسين، زي ما وصلنا يعني ضد التدخلات الدولية، التدخلات الإقليمية في القضية الليبية. على سبيل المثال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقد بشكل ما، انتقد الحالة الاستثنائية الليبية زي ما سماها بومبيو، وانتقد حتى المواقف الدولية الخاطئة زي ما سماها للجميع، السياسات الخاطئة للدول الأوروبية مثلا. هو ربما يشير بشكل ضمني للموقف الفرنسي في 2011، وأيضا يشير بشكل ضمني وتكلم عن انتقاد لسياسات
الرئيس السابق أوباما اللي بتكلم عن تراكم هائل لسياسات خاطئة. حديث بومبيو وزير الخارجية كان فيه راهو دعم كبير لمؤتمر إيطاليا الجاي في نوفمبر القادم، وهذا هو التناغم الإيطالي الأمريكي اللي حكينا عليه، أو التناغم في المواقف السياسية والتقارب الكبير في نظرتهم ليبيا، خصوصا أنه هو دعم فكرة المؤتمر ودعم الموقف الإيطالي، من حيث أنه هو في المقابل تهكم على مؤتمر باريس بشكل ضمني، لأنه يشوف أن مؤتمر إيطاليا هيكون نقطة انطلاق جدية وليس عن طريق المصافحات والابتسامات زي ما قال بحفل واحد. طبعا هنا نفهم الموقف الأمريكي من مؤتمر باريس من خلال الجملة هذه، اللي واضح أنه هو خيب أمل الأمريكيين. أيضا الجانب الأمريكي انتقد حتى المبادرات الإقليمية اللي تحاول على سبيل المثال توحيد المؤسسات الليبية، وعلى رأسهم توحيد المؤسسة العسكرية. هنا طبعا عندنا جانبين، أولها أنه فعلا صحيح، يعني لما جيت شوف الواقع صحيح ما شفناش إنجازات حقيقية على مستوى توحيد المؤسسة العسكرية، لكن في نهاية المطاف راهو في جهد مهم جدا، يعني في توقيته رغم التقليل الأمريكي من هذا المجهود، يعني مجهود الدولة الجارة الشقيقة مصر. يبدو أن مايك بومبيو الآن اللي هو يمثل في السياسات الخارجية الأمريكية تجاه ليبيا قاعد يقول، يعني إذا إنجاز التسمية يعني وإذا كان فهمنا دقيق للموضوع، يقول إن أمريكا الآن حتطلع من دورها التقليدي في ليبيا، معاش حتتكي دائما على الأوروبيين زي كل مرة في موضوع ليبيا، وهذه سياسة شفناها متبعة دائما. الأمريكان كانوا أي شيء يتعلق بليبيا دائما هم متكين على الأوروبيين وتحديدا على إيطاليا وفرنسا، ولكن حتى راهو مع قدوم ستيفاني ويليامز لرئيس القسم السياسي في البعثة الأممية، واضح الآن أن الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية تبي تدير نوع من الفرملة يعني للدور الفرنسي الإيطالي. صحيح هذا ماهوش تشكيك، طبعا كلامي هذا مش معناه أن احنا نشككه في استقلالية عمل البعثة الأممية، ولكن أيضا ما نقدرش ننسوا أن ستيفاني ويليامز في نهاية الأمر أمريكية الجنسية، ماهيش من كولومبيا ولا من البرازيل، وهذا شيء مهم جدا. الآن وأنتم تبعتوا آلاف التصريحات والتحليلات، وتبعنا آلاف التصورات اللي قاعدة تحاول أن هي توصف في طبيعة الصراع الليبي الآن، اللي تحاول تعطي في وصف واضح للحروب العبثية اللي عشناها من بعد 2011 إلى الآن لعند هذه اللحظة. والجميع دائما يسأل هل هي شن بالضبط، كيف نصف الحرب في ليبيا؟ هل الحرب على الموارد؟ حرب فيها أطماع جهوية وفيها اتجاهات ومناطق عندها شعور بالمظلومية؟ أو هو صراع إيديولوجي يعني بين تيار ديني عند رغبة دائما أن ليبيا تعيش في القرون الوسطى في القرن السابع، وبين تيار مدني يبي دولة، يبي ديمقراطية مدنية، يبي دولة مؤسسات، يبي حقوق، ويبي عدالة، يبي حريات فردية، مطالب المشروع على العالم كله؟ أو هو يكون صراع يعني بين قوة الديمقراطية من جهة والحرية، وبين قوة الديكتاتورية اللي ساندت النظام الشمولي بتاع القذافي وقاعدة الآن تحاول أن هي تحصل وتأخذ مراكز جديدة؟ كيف نقروها الصراع السياسي؟ رغم أن حتى قضية التحليل السياسي للمواقف الليبية بصراحة لا يمكن أنه هو يكون دقيق، لأن ما عندكش مشهد سياسي، ما عندكش ظواهر سياسية ومواقف سياسية متزنة ممكن أنت توقف عندها وتحلل تداعياتها وتحاول تفهم رسائلها. كلها مواقف ارتجالية بالصدفة نشوف فيها الآن، كلها مواقف بالمزاج بالهوى. لا يمكن مثلا أنك أنت تتكهن بمواقف عقيلة صالح صاحب البرلمان أو السراج أو غيرهم، لأن جماعتنا الآن ما يشتغلش في سياسة بصراحة، أصلا ما يشتغلش في سياسة. اللي خلينا نفتحه موضوع الرؤية الدولية يعني لملف أزمتنا الليبية، أن السياسي الليبي الآن السياسي المحلي ببساطة معاش أصبح يمتلك زمام أمره، تم تدويل القضية الليبية وانتقلت خيوط اللعبة السياسية كلها للخارج، وأصبحت ليبيا الآن عبارة عن مسرح عرضة 2000 كيلو على البحر المتوسط للتدخلات وللتهريج السياسي المحلي، لأن الإرادة السياسية الليبية الآن للأسف تمت غير مستقلة. راهو هنا ما نتكلمش مثلا عن نظرية المؤامرة اللي تسيطر على هواجس المثقفين والسياسيين، لكن التدخل أمر واقع في ليبيا ما نقدرش ننكره، قد يخدم القضية الليبية ومرات يضر بها على حسب، يعني على حسب أنواع التدخل. في تدخلات أجنبية في التاريخ السياسي الإنساني كانت مهمة جدا للدول اللي تم التدخل فيها، لأنك قدرت تخلصها من الدكتاتوريات، قدرت تخلصها من نظم شمولية وعادتها الاستقرار. عندنا على سبيل المثال عندنا نموذجين، عندنا بعد الحرب العالمية الثانية تم التدخل فيهم بقوة، نموذجين عندك تدخلت فيهم يعني التدخل كبير قادتها أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية زي ألمانيا وزي اليابان. في المقابل في نموذج أيضا، يعني مش كل التدخلات الدولية كانت ناجحة، في نموذج مرعب وفاشل للتدخل المنفرد من دولة واحدة زي التدخل الأمريكي مثلا في العراق. حلفاء إيطاليا تشوف والدعم إيطاليا يعني المجلس الرئاسي ودائما إصرارها أن هي تأخذ مسافة بعيدة يعني عن مجلس النواب، مرات نقدر أيضا نفسره لما نحن بنفهم المواقف الدولية، طليان يشوفوا أنهم هم ربما حيخسروا لو أن دخلت البلد في الانتخابات وحلفاء إيطاليا خسروا الانتخابات، وهذا يفسر لنا يعني نوعا ما الموقف الإيطالي دائما رفض الانتخابات. لما إيطاليا تشتغل حوالي 3 سنوات على صناعة حلفاء، وخلوني نصفهم بكلمة أو وصف غير وصف حلفاء،
لان كلمه حلفاء بين قوسين راهو فيها نديه، فيها تعامل بمعيار المصلحه بمعيار القوه، العنصرين الاساسيين في العلاقات الدوليه المصلحه والقوه. لذلك انا اصفهم صراحه بالشركاء المحليين لايطاليا، شركاء قاعدين يخدموا في مصالح ايطاليا المفهومه والمفسره، لكن المشكله ان هي تجي دائما على حساب المصلحه الوطنيه العليا. ايضا عندي هنا تعليق، لما نتكلموا عن الموقف الايطالي عندي تعليق هنا لباحث سياسي ايطالي، الباحث السياسي المهتم بملف الازمه الليبيه ستيفانو توريلو، هذا باحث يشتغل في معهد الدراسات السياسيه الدوليه ويشتغل حتى في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجيه. شنو يقول السيد ستيفانو؟ يتكلم عن تعليقه، يعني عن تعليقه، يتكلم على تعليق على الدور الايطالي اللي ايطاليا انتبهوا مؤخرا لخطاهم في قضيه المسافه البعيده جدا اللي كانوا اخذها من الجيش الوطني في مقابل نزوله بالثقل بالكامل في دعم المجلس الرئاسي. وتعليقه تحديدا اذا تتذكروا، يعني هو يحكي على قضيه زياره وزير الخارجيه الايطالي الفتره القريبه اللي فاتت للمشير حفتر. ستيفانو توريلي يقول ان من ناحيه ايطاليا قاعده عندها شعور ان في حاجه لاعاده تاكيد دورها في ليبيا، يعني ربما اشاره تاريخيه للدور التاريخي، وبشكل خاص في وقت قاعدة تحتدم فيه منافسة مع فرنسا. من الجانب الآخر يتكلم السيد ستيفانو، يتكلم حتى على الزيارة، يشير إلى أن في الآن بداية نشوفه فيها لتحديد خطوط عريضة لمحاولة حل الأزمة تشمل حتى حفتر. يكمل سينا هذا ستيفانو ويقول أن حفتر الآن يؤثر على ما يحدث في ليبيا في الوقت اللي يظهر فيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج على نحو متزايد أنه هو ما يمتلكش لا السيطرة ولا يمتلك شيء ولا حتى يمتلك أي شيء في طرابلس. هذا طبعا يؤكد حديثنا في حلقة فاتت لما تكلمنا على التغيير في مركز الرؤية الإيطالية للأزمة الليبية، انتباه الطليان للخطأ الاستراتيجي في دعمهم لجهة واحدة فقط في ليبيا، ربما في طيف رأي سياسي واسع جدا ليبيين متناغم مع تصورات الباحث ستيفانو توريلي الباحث الإيطالي في قضية في ضرورة وجود المشير خليفة حفتر كطرف أساسي بالنسبة للسياسات الإيطالية في وقت اتضح فيه أن رجلهم اللي هم مراهنين عليه الآن لا يمتلك سيطرة على أي شيء ولا عنده قرار في أي شيء يحدث في طرابلس، طبعا على لسان الباحث السياسي ستيفانو توريلي. قاعدين نفكر الآن في طبيعة الدورين الفرنسي وطبيعة الدور الإيطالي وأيضا اهتماماتهم السياسية والأمنية في الساحة الليبية لسبب بسيط جدا في تقديري. يعني نحن الآن ما نحكوش عن فرنسا لأن هي فرنسا ولا إيطاليا لأن هي إيطاليا فقط، ولكن ببساطة لأن حل أزمتنا الليبية اليوم لازم يمر من قبل، يعني قبل كل شيء من خلال توافق إيطالي فرنسي وبعدين نمشوا للداخل. وهذه للأسف هي المعادلة المعكوسة واللي ورطنا فيها السياسيين وجسم المنتخب الديمقراطي المؤتمر الوطني العام اللي فاق فيها عدد الملاك التكفيري الإرهابي عدد مجلس شورى امتاع داعش، هو اللي وصلنا اليوم أيضا للأسف للفشل العريض للفشل السياسي الخطير لأنه دائما مقترن بدعم لجماعات مسلحة إسلامية إرهابية. هنحكوا أيضا عن تفاصيل أخرى لا علاقة بالموقف الدولي الموقف السياسي، ولكن خلوني نطلع فاصل قصير ونرجع من جديد. أهلا بكم من جديد. لما نفكر الآن في الانهيار الكبير على مستوى سياسة البلد على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الأمني وعلى مستوى التعليمي والعلمي والثقافي والمعرفي، لابد أن نحاول نفهم القضية من جانب آخر، جانب مختلف شوية عن الجوانب الواضحة المتاحة عندنا. نحاول نغير مركز الرؤية عشان نشوف القضية، نشوف الموضوع بعين ثالثة زي ما يقولوا. لما تشوف مثلا أزمة السلاح والمسلحين وهالإرهابيين وهاللصوص والسياسيين اللي أبدعوا الآن في بهدلة ليبيا وفي نهبها، تتساءل فورا شن هي البيوت اللي تنتج للمجتمع في شخص ربما هو يمشي يذبح يمشي يقطع في الروس ربما يفجر ويكون لص في المستقبل وينهب بلده. إذا نحكوا على التربية، نحكوا عن النشء، نتكلموا عن الطفولة، هذا كله في الظروف اللي كان فيها النوع من الاستقرار أو شافت ليبيا فيها النوع من الاستقرار. فما بالك الآن نحن نتكلم ونتحدث الآن عن 8 سنوات فيهن عدم استقرار، فيهن انهيار في المفاهيم وفي الرؤى. عندنا أرقام مخيفة الآن عن الأطفال في ليبيا، أرقام تتكلم عن تجنيدهم وعن تورطهم في عالم الجريمة والإرهاب. ومشكلتنا أصلا هي من الأساس إذن هي التربية الأولى اللي تأسس في المفاهيم في ذهن الأطفال أو النشأ. عندنا كم هائل من المفاهيم التقليدية اللي قاعدة تخلي في أذهانهم أذهان الأطفال الليبيين خالية من أي حس نقدي، عبارة عن مكب بين قوسين للأفكار المستعملة اللي هي خالية من أي نوع من أنواع الإبداع. والأسوأ طبعا كمية العنف اللي تربوا عليها العيال الآن في 8 سنوات، وشفنا مشاهد ومقاطع فيديو عرضناها حتى في البلاد، مقاطع فيديو لأطفال في بنغازي مثلا قاعدين ينفذوا في عمليات إعدامات ميدانية، يعني يديروا في عملية محاكاة لأبشع سلوك إجرامي ممكن نحن نشوفه. نحاول نفهم اليوم أثر كل ما يحدث الآن من الشبكات مسلحة، من أزمات اقتصادية، من أزمات أمنية على الطفل الليبي اللي مفروض الآن أنه هو يصنع
مستقبل ليبيا. وهذا كله خلوني نرحب مع ضيفنا ضيف الاستوديو سيد سامي جوادي رئيس جمعية نور الحياة. سيد سامي سعيد جدا بوجودك معي، وانت يعني جيت على العجل وعندك سفر بكرة، لكن كويس استغلينا الفرصة وخليني جد الترحيب معك على دولة البلاد. الله يسلمك، شكرا على الاستضافة في الوقت المناسب جد. نعم الله يسلم. سامي طبعا وانت مهتم ومنشغل يعني بشؤون الطفل، بحكم ان الطفل الان هو اللي نعوله عليه في صناعة المستقبل، يعني النشء والطفولة هي الحجر او اللبنة الاساسية يعني في بناء المجتمعات. قبل ما نتكلم عن وضع الطفل الليبي او نديروا تقييم لوضع داخل ليبيا، لازم ما نعرف على الاقل نمر على الاتفاقيات الدولية، كيف يتعامل الآن العالم والمجتمع الدولي على مستوى قانوني في قضية الطفولة. ونبغى نعرف الآن اتفاقية حقوق الطفل اللي من المفترض أن مصادقات عليها دول كثيرة، مش متأكد إذا ليبيا هي من الدول اللي صادقت على هذه الاتفاقية أو لا. طبعا ليبيا من الدول اللي صادقت على الاتفاقية في عام 1991. وإحنا حنتكلم على اتفاقية حقوق الطفل وبتعريفها الكامل، إن هي بدأت أو يعني باستمرارية بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بس في عام 1989 أقر زعماء العالم بحاجة الأطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأن طبعا اعتبروا أن الطفل هو الأكثر هشاشة في المجتمع وفي العالم، فتم إقرار المواد خاصة بحقوق الطفل عام 1989. نعم أكيد المشاهد الآن يسأل سيد سامي، شن التضمينات اللي داخل الاتفاقية هذه؟ على إيش تنص مثلا؟ طبعا تضمنت الاتفاقية 54 مادة بالضبط وبروتوكولان. طبعا توضح الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساسية الذي يجب أن يتمتع بها الأطفال في كل مكان دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس، هذه هي الأساسية. وطبعا يعني الحقوق الأساسية الأربعة اللي هي في اللي تتضمن حقوق اتفاقية حقوق الطفل، هي حق الطفل في عدم التمييز أو تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، حق الطفل في المشاركة برأيه، وحق الطفل في الحماية من العنف والاستغلال. هذه هي المبادئ الأساسية الأربعة التي أقرتها اتفاقية حقوق الطفل والمكونة من 54 مادة. نعم طبعا انت ذكرت ان ليبيا تقريبا هي وقعت على الاتفاقيه ليبيا. طبعا ليبيا، طب خليني نعرف اول شيء الطفل قبل حتى ما نتكلم على اتفاقيه او ليبيا صدقت او ما صدقت. شنو يعني مثلا ان ليبيا توقع على اتفاقيه زي هذه؟ تعني ان بمجرد ان ليبيا توقع على الاتفاقيه تكون ليبيا ملزمه بانها تنفذ كل المواد الموجوده في اتفاقيه حقوق الطفل. وطبعا تعد المعاهدات في القانون الليبي تعد المعاهدات الدوليه النافذه اعلى من التشريع الوطني بموجب حكم المحكمه العليا لسنه 57. وطبعا وزي ما قلت لك نبي نعرف الطفل هو كل انسان او كل شخص لم يتجاوز 18 سنه. وهنا نبي نقول لك ان الطفل لما طالما كان اهتمام الشرائع السماويه والوضعيه وكذلك المحليه والدوليه. ليبيا صدقت في على اتفاقيه حقوق الطفل عام 1991 في قانون رقم 2، وطبعا نعم في المادة 3 توجب، وفي المادة لعام 1921 في المادة 2 والمادة وفي المادة رقم 3 توجب إلى الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، اللي هي تعتبر من أهم المبادئ الأساسية الأربعة اللي ذكرناها في اللي تكون هي الأساس الـ 54 مادة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل. نعم يعني نفهم منك أنت لما تكلمت عن العمر يعني المحدد 18 سنة المتعرف عليه في العالم كله، إذا لما نشوفه جزء كبير من حاملي السلاح والتشكيلات المسلحة اللي تحت 18 نتكلم على أطفال الآن متورطين في عالم الجريمة، متورطين في عالم الإرهاب. للأسف أن ولحسن الحظ في نفس الوقت لحسن الحظ يعني أن ليبيا موقع على البروتوكولات العالمية لحماية الأطفال من الدخول للصراعات المسلحة، وكذلك أن القانون العسكري الليبي يعني يحمي الطفل بحيث أن يحدد سن الالتحاق بالمؤسسة العسكرية لسن 18 سنة، لذلك المؤسسة العسكرية لا تدخل الأطفال أو لا تشركهم تحت السن هذا. لكن للأسف أن الفوضى وعدم استقرار البلاد وبسبب الظروف الصعبة اللي تمر بها البلاد
يعني قد تجد بعض الأطفال وبدفع مرات حتى من أهليهم إنه يدخلوا لتشكيلات مسلحة باش يتحصلوا على مال، باش يتحصلوا على قوة سلطة، والأشياء هذه للأسف تكون غريزة بالنسبة للسن المراهقة واللي عند الطفل بسن 17 و16 سنة. وشهدنا من سنة 2000 ومن قبل سنة 2011 من مجرد دخول البلاد في فوضى لاحظنا أن الطفل يشارك في للأسف كمتطوع في عند جماعات مسلحة أو ميليشيات مسلحة. واليوم ما نقدرش نقدر نقول لك أن نشكر المؤتمر الوطني لسن قانون ووقع على البروتوكول هذا أو شرع لقانون يمنع حتى هو يعني دخول الأطفال دون 18 سنة في الصراعات المسلحة، لكن مهم كانت لها أثر كبير في أن اليوم تقل أعداد الأطفال المشاركين في المشاهد المسلحة في الحروب في الفترة هذه، لكن أكيد لازالت موجودة ولازالت يشاركوا الأطفال للأسف في بعض التشكيلات المسلحة في الحرب على بعض المناطق في ليبيا. طيب سيد سامي، أنت عارف أكيد الآن إحنا عايشين في مناخ غابت فيه كل الحقوق الطبيعية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، سمي ما شئت، حقوق المكونات الثقافية، فكرة الحقوق أساسا غائبة. ونتكلم اليوم عن حقوق الطفل، نبي نعرف آليات تعريف بها. صحيح ربما هو مش حيكون شيء يعني له صدى على الأرض، لكن على الأقل المعرفة مهمة. الآن هل في آليات معينة أنتم تشتغلوا عليها في قضية توعية الناس، توعية المجتمع بشيء اسمه حقوق الطفل، شيء يكاد يكون غير موجود عندهم؟ طبعا تعمل المنظمات الدولية في ليبيا والمنظمات المحلية، منظمات المجتمع المدني جاهدا على انها تشتغل على التعريف بحق الطفل داخل المجتمع الليبي، كما انها تشتغل يعني الوزارات زي وزارة التعليم على التعريف بحقوق الطفل. وشهدنا يعني تطورات للسنة الماضية، قرارات من وزارة التعليم في الحد من العنف داخل المدارس الليبية وعدم ضرب الأطفال. تفعيل آليات حقوق الطفل يجب أن تكون يعني تبدأ من الأسرة، توعية الأسرة، توعية المجتمع، توعية منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام مفروض يكون لها دور كبير. إحنا اليوم ما نشوفوش وسائل الإعلام يعني تشارك بحق الطفل في التعليم، للأسف كلها مشاهد دموية، كلها مشاكل تبت في مشاهد حتى الأطفال للأسف يتفرج عليها. ما فيش ثقافة إن في ليبيا أن الأهل ممكن يحيد الطفل بعيد عن المشاهد. كنترول يعني على أطفالهم شوي. طبعاً المفروض كل قناة اليوم لما تبت مشاهد لصراع مسلح أو دموية تنبه، على الأقل تكتب إن تحت 18 سنة ما يتفرجش، أو تحت 16 سنة، لأن هي تأثر على نفسية الطفل. وأصبحنا اليوم زي ما تشوف أنت شاهدنا فيديوهات لأطفال. كنت بنسألك على الجزئية هذه، وتتذكر أنت سامي كنت معنا في مداخلة لما عرضنا مقطع فيديو على شاشة 218 أطفال في بنغازي يديرين محاكاة لمشهد إعدام ميداني، وكان عندك تعليق على الموضوع. لذلك أنا أسألك شنو هو التأثير المباشر الآن لها الصراع، لها الحروب، لها العنف المسلح اللي نشوفه فيه ونعيشه فيه في ليبيا الآن؟ طبعا حيكون له أثر كبير طالما احنا ما قدرناش نشتغلوا على الطفولة ونركزوا عليها بشكل قوي، طالما وسائل الإعلام ما زالت تبت في مشاهد مروعة وما تراعيش في أن في طفل ممكن يتفرج على المشاهد هذه، طالما أن وسائل الإعلام للأسف ما عندهاش حتى وقت قصير للطفل بينما أنها هي تبت في مشاهد دموية وصراعات مسلحة ومشاكل صايرة في البلاد. أنا مش عارف كل يوم نتفرج على القنوات الليبية ونشوفها، لكن ما فيش للأسف من مهتم بحقوق الطفل أو التعريف بها أو أنه يجيب حتى برامج مسلية للطفل. أثرها حيكون كبير، يعني أنت تشوف اليوم الفوضى اللي صايرة في ليبيا أثرها من ترسبات قديمة جهوية قبلية مقيتة، حرب في النفس العميقة للإنسان سببت في صراع دموي اليوم. خليني أفكرك أستاذ خليل، ممكن أنت تكون من نفس الجيل، جيل الغضب والمبادئ اللي تعلمناها. جيل الغضب ثار على من علم الغضب وما يزرعه الإنسان يحصده، ومات بطريقة اللي كان يقتل فيها بخصوم القذافي. واليوم يعني الشباب هادم اليوم ينفذوا في كل كلمة هو قالها، لأن للأسف استمدوا الفكر هذا من الجيل هذا. اليوم احنا نبون ونسعوا لأن نخلقوا جيل جديد، جيل السلام، بعيد عن الحروب، بعيد عن الصراعات، بعيد عن الدموية، لأن للأسف يعني اليوم يعني ما يشوفوا فيه أطفالنا من صراعات وحروب داخل من التلفزيون ولا حتى في خلاص يعني حتى في الواقع يعني حتى في الشارع. يعني طرابلس كانت من فترة طويلة تمر بصراع دموي رهيب، اليوم شن بيصير للطفل؟ تصدق إن مرات نشوف في أطفال أبطالهم اليوم ما همش أبطال سياسيين ولا فنانين ولا أدباء، أبطالهم اليوم شخصيات
من قادة ميليشيات. نعم. اليوم يمسكوا الأطفال في الأسلحة في وجه بعض ويقتلوا، وحتى يستخدموا في مصطلحات غريبة. يعني أنت اليوم إحنا قدام مستقبل دموي، مرات تفكر اليوم دورنا كلنا كليبيين إن نركزوا على المجتمع الجديد، المستقبل الجديد لبلادنا. البلاد مش ليا وليك وللشخص الثاني واللي يحارب اليوم. أغلب أبناء الجماعات هذه مش موجودة في البلاد أو خارج البلاد، لكن أبنائنا إحنا اللي موجودين، إحنا اللي نضحي من أجل ليبيا، إحنا اللي قاعدين في ليبيا نواجهه في الأخطار والمشاكل واللي نخدمه من أجل الطفولة. إحنا في جمعية نور الحياة ما قعدناش واقفين نستنوا في توقف الحرب. إحنا أطلقنا بدعم من منظمة اليونيسف، وهذا دور المنظمات الدولية في دعم. بنسألك عن طبيعة التعاون معكم يعني مع اليونيسف والمنظمات الدولية ودورها ربما في دعم قضية حقوق الأطفال في ليبيا، ونحن قاعدين الآن داخل صراع عنيف مسلح. طبعاً يعني نقول لك إن إحنا في الفترة اللي فاتت قعدنا في ليبيا وطول فترة النزاع، يعني أمس طلعت من طرابلس، من يومين طلعت من طرابلس، بس فضلت إني نقعد في ليبيا باش أساعد كل طفل وكل عائلة نازحة من خلال برنامج الدعم النفسي الاجتماعي اللي مدعوم من مؤسسة اليونيسف للطفولة. دور المنظمات الدولية اليوم فعلاً فعال وموجود على الأرض، تدعم مؤسسات مجتمع مدني من أجل تحقيق العدالة للطفل ومن أجل التعريف عن حقوق الطفل. دعمها لينا كمنظمة نور الحياة لعدة برامج توعوية للطفل هددت مستقبل الأطفال في ليبيا، أبرزها التعريف بحقوق الطفل. احنا أصدرنا كتب رائعة جدا للطفل تعرف بحق الطفل في الحياة، في البقاء، في النمو، اللي هو حق من حقوق الطفل اللي سنتها اتفاقية حقوق الطفل عام 1989. احنا بنعلم الطفل ان من حقك انك تقول لا، من حقك انك انت تعبر عن مشاعرك، ان ما فيش فرق بينك. تنمية الحس النقدي يعني عند الاطفال عند النشء، مش بس النقدي، فيه عدة مبادئ وقيم، ومفروض كل ليبيا اليوم والمؤسسة التعليمية اليوم مفروض تهتم بالتعريف عن حقوق الطفل لما فيها من مبادئ راقية وسامية جدا. من أرقى ما يكون لما نعلم الطفل على عدم التمييز، ولما نقوله ما فيش فرق بينك، ما فيش فرق بينك وبين تصنع في المستقبل انت الآن. طبعا أنا اليوم لما ننقل احنا متعاونين مع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم، وأصدرنا لما أصدرنا كتاب طفل ولي حقوق، وكذلك إدارة الإرشاد والدعم النفسي بوزارة التعليم، نوجه لهم شكر وتحية خصوصا للسادة نادية البكوش ودكتورة فوزية بن غشير على دعمهم للبرامج الطفولة هذه اللي أطلقتها جمعية نور الحياة واللي حتشرف عليها للسنة الثانية إدارة الخدمة الاجتماعية، وللسنة الأولى إدارة الدعم والإرشاد النفسي. اللي بنقول لك إن حملة ما فيش فرق هي أحد الحملات اللي أطلقتها جمعية نور الحياة، واللي حتفهم الطفل إن كيف يعيش في عالم متوازي ما فيش تمييز، فكرة العدالة والمساواة يعني. نعم. المساواة بين الجميع. نعم، ما فيش فرق بين مثلا عربي أمازيغي، ما فيش عرب بين حد من الشرق وحد من الغرب، ما فيش حد بين طويل وقصير، ما فيش حد بين أسمر وأطول. أستاذ خليفة، احنا نعاني من جهوية ومقيتة وقبلية، ضروري ما نفتح عيوننا، ضروري ما نتكلم على الواقع. احنا اليوم لما ما فيش حرج لما نناقش في أمور مهمة. احنا أطلقنا مبادرة كانت تابو، يعني كانت من التابوهات، حماية الأطفال من خطر التحرش والاستغلال. صحيح. الجنسي، وأطلقنا حملة بعنوان ولدي انت غالي، وأصدرنا كتاب بعنوان لا تلمسني جسمي ملكي أنا، وساهم الكتاب هذا في إنقاذ العديد من الأطفال في المدارس التعليمية، وتبنت هذا المشروع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية. اليوم احنا نبو نطقوا العنان وبأعلى صوت ونادوا الشعب الليبي ونقولوا له نعم. الطفل هو أهم، هو أهم مكون في مستقبل بلادنا. يعني المفروض الكل يسعى لخدمته. طيب. وسائل الأعلام، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التعليم بإداراتها الموجودة. تتكلم عن مؤسسة الدولة يعني. مؤسسة الدولة. طبعاً. بنسألك، أنا كنت نفكر في هذه الجزئية ونحن نشوفه الآن في أطفال ليبيا يتحولوا لعالم الإجرام ويشيلوا في السلاح. برأيك من اللي يتحمل المسؤولية؟ هذا شق يعني في السؤال. والجانب الآخر، هل تشوف أن هالدوائر الرسمية والناس اللي تصنع في السياسات في البلد، سواء السياسات التعليمية أو التربوية، هل عندهم وعي حقيقي بخطورة المرحلة هذه؟ بخطورة يعني أن تخطف الطفولة من ليبيا ومستقبل ليبيا في الواقع اللي قاعد يخطف يعني. للأسف نقولك أن حقوق الطفل فعلا صادقت ليبيا على حقوق الطفل عام 1989، لكن لم تفعل الاتفاقية لعند اليوم. من اللي فعل الاتفاقية؟
قوانين وتشريعات يسنها البرلمان، لكن للأسف اليوم وين البرلمان التشريعية الموجود؟ عندك اثنين يعني برلمانين اليوم، واحد في الشرق وواحد في الغرب، آخر همها إنها هي تعدل أو تشرع حتى قوانين لحقوق الطفل، وجدت المسودة الإعلان الدستوري بمادة ركيكة عن حقوق الطفل وحمايته. لكن أنا بنقول إن الوزارة اليوم هناك من يعمل، أنا ما نقدرش نهضم حق حد يعني، ونوجه تحية للوزير التعليم اللي يساهم بشكل كبير في التقليل من العنف داخل المدارس وضرب الأطفال داخل المدارس. كيف تقيم أداء الدكتور عثمان عبد الجليل في الجزئية هذه في موضوع الضرب وموضوع العنف اللي غير مبرر إطلاقا داخل المدارس الليبية، تحولت كأنها معسكرات المدارس الليبية؟ للأسف أن القرار كان سليم جدا، وأداء الوزير كان أكثر من رائع للسنة هذه، وتغيرت جذريات يعني كبيرة في داخل الوزارة، لكن للأسف لم تفعل بالشكل الرسمي، ما زال الطفل يهان، ما زال يضرب من معلمة للأسف. كيف احنا نتكلموا على أسلحة دمار يعني في داخل المدن، بس كيف من من من, من أسلحة الإيذاء العنف اللفظي للطفل اللي يعاني منه واللي عانينا منه احنا من الطفولة، مصطلحات يعني نسمع وفهم ربما هو اللي أنتج العنف اللي نشوفه فيه اليوم يا سامي. فعلا هو أحد أجزاء العنف اليوم، والأسرة أحد أجزاء العنف اليوم في إيذاء نفسي عاطفي، وهذا احنا ممكن نرجعوه حتى للحرب، تزيد الحرب من مشاكل الإيذاء العاطفي النفسي لدى الطفل، وتسبب مشكلة كبيرة في على نفسية الطفل، ويصبح الطفل لما إنسان مشوه لما يكبر، عنيف، ما هوش سوي، عنده سلوكيات غريبة يعني تعبير عن نفسه يكون بعنف، لأنه حرم من التعبير عن نفسه هو صغير. نبي نأكد في اللي يقول لك اليوم شنو حقوق الطفل، شنو يعني تعلم الطفل حقوقه. البعض يشوف فيها الآن ترف زائد، ربما حتى ونحن قاعدين نتكلم عن الموضوع ربما البعض يشوف أنه هو شيء زائد عن حاجة يعني. كيف تشوفها تعقيدك. كيف تشوفها يعني؟ أنا قلت في البداية أن الشرائع السماوية والمحلية والوضعية كلها اهتمت بالطفل، وكلها يعني شهدت بأن الطفل من الصغر مفروض يتعلم أشياء كثيرة. حق تكلمت على حقه في اللعب، تكلمت على حقه في إبداء رأيه، تكلمت في حقه في عدة اتجاهات. اليوم نجون نقول احنا إبداء الرأي من أساسيات الديمقراطية اللي هي غائبة الآن في ليبيا مثلا. طبعا احنا اليوم ليش احنا نعبر بطريقة العنيفة هذه؟ لأن احنا متعلمناش من صغرنا كيف نعبر عن آرائنا بحرية ونحترم رأي الآخر. يعني احنا هذا النشأة، هذا من الطفولة انت تعلمه، مش تجي لي حد يعني تجاوز 18 سنة وتقول له لا احترم غيرك. لكن احنا اليوم نصدر في كتب للأطفال مهمة تربوية تعدل السلوك، انك كيف تحترم غيرك حتى لو أساء ليك، انك كيف تحترم غيرك وتهنيه بالفوز لو كان زميلك فاز عليك وانت خسرت. هذه المبادئ والقيم اللي نقتبسوا فيها من الدين ومن العادات ومن التقاليد، وفي نفس الوقت من تجربة حتى تجارب الآخرين، تجربة العالم الحي يعني. طبعا أنا معاك، تجربة العالم الحي اللي تجاوزنا بشكل كبير. اليوم العالم العربي للأسف يعاني من موضوع كبير اللي هو حرية الطفل في التعبير عن رأيه، حرية الطفل في أنه يلعب، حق الطفل في اللعب مهضوم في بعض المناطق وبعض الدول، حق الطفل في حق الطفل بأنه يكون له علاج. يعني ليبيا أنا بنقول لك أنها كانت في فترة من الفترات كويس، ماشي كويس في موضوع علاج الأطفال، حق الطفل في الحصول على العلاج، لكن تأثرت وتعثرت في بعض السنوات بسبب قضية أطفال الإيدز للأسف اللي كانت فضيحة كبيرة بالنسبة لليبيا. وكذلك بعدين بعد 2013 لما معاش قدرت المستشفيات أن توفر الأدوية للأطفال الليبيين والتطعيمات، اليوم تنقص بشكل كبير التطعيمات خصوصا في الجنوب يا سامي، خصوصا في الجنوب اليوم. نعم. احنا نشاهد صور من أطفال الجنوب، تصدق أن أطفال ماتوا من لسعة العقارب لأن ما تحصلوش أمصال أصبحت ظاهرة الآن في الجنوب. طبعا هجوم غريب للعقارب يعني جدا، لأن أصلا ما عادش في أدوية للقضاء على الآفة هذه. وتوفت من أسبوع خبر أن توفوا أطفال، عديد من الأطفال من الظاهرة هذه اليوم، غياب حتى التطعيمات الأساسية للأمراض السارية طبعا، حتى اليوم في أمراض قديمة يعني بدأت تظهر من جديد الآن في ليبيا للأسف. يعني أمراض قديمة زي ما قلت أنت، آفات قديمة يعني، إحنا في فترة من الفترات مع داء انتشار القمل ما عادش نشوفه فيه، بس اليوم منتشر بشكل كبير بين الأطفال في المدارس، لأن الطفل معاش تحصل على طيب على العلاج ومعاش تحصل على الأدوية. في نقطة مهمة أخرى يعني، أو في تقديري هي مهمة، هل تشوف أن المناهج التعليمية الآن بشكل الحالي هي يعني نماذج قاصرة فعلا، أن هي تجعل الطفل الليبي تحديدا يصنع المستقبل، يكون مشارك في المستقبل، يكون عنده حس نقدي، يفكر، يكون عنده تفكير إبداعي؟
نعم هي قاصرة للأسف ومحتاجة لتعديلات وتطويرات، وإحنا نحاول كمؤسسات مجتمع مدني ونور الحياة تحاول إن هي تدخل في وزارة التعليم وتعطي أفكار جديدة عن طريق إداراتها المستحدثة اللي نجحت بشكل كبير إنها هي توفر مناخ كويس للأطفال في السنة الماضية، والسنة هذه في مشاريع عدة مشاريع حتساهم بشكل كبير في توعية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. نعم سامي جوادي رئيس جمعية نور الحياة، سعيد جدا ونجدد سعادتي بوجودك معي سامي، ونتمنى طبعا أن نكون في يعني مساحة أوسع تكون أنت عندك وقت أكثر يعني عشان تناقشوا في الموضوع المهم. لما نتكلموا على الأطفال نتكلموا على مستقبل ليبيا. للأسف داهمنا الوقت في حلقة البلاد الليلة، وزي ما بدينا بقضية الحديث عن المواقف الدولية تجاه ملف الأزمة الليبية، وزي ما نتكلموا الآن عن دور أمريكي تحول من اهتمام سياسي إلى اهتمام أمني وأصبح يعني أكثر يعني الأمريكان يتحركوا بشكل أكثر فعال. تابعونا على رأس الساعة مع برنامج USL اللي دائما تطرح فيه القضية الليبية ولكن بعيون أمريكية. تحياتي أنا خليل حاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد، نتمنى لكم أمسية طيبة.